السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في تصحيح التمرين رقم 2 من الامتحان التجريبي الموحد للبكالوريا رقم 1. إذا التمرين رقم 2 هو تمرين في الهندسة الفضائية. نعتبر الفيل كأس التي مركزها أوميغا ناقص 1 1 2 وتمر بالنقطة A 1 0. السؤال الأول، حدد معادلة ديكارتية للفيل كأس. إذا حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحددو معادلة ديكارتية لواحد الفيلكة معرفة بمركزها وبواحد النقطة كتنتمي ليها. إذا أول حاجة غادي نحدد هي الشعاع ديال الفيلكة. إذا الشعاع ديال الفيلكة هو المسافة أوميغا أ. إذا R كتساوي لنا أوميغا أ، والمسافة كنحسبوها بطبيعة الحال كنديرو الجذر، إكس أ ناقص إكس أوميغا مربع زائد إيكغريك أ ناقص إيكغريك أوميغا مربع زائد زد أ ناقص زد أوميغا مربع. إذن الأصول ديال أ 1 ناقص الأصول ديال أوميغا، إذن 1 ناقص 1 هي 1 زائد 1 هي 2، إذن 2 أس 2 زائد 2 ناقص 1 هي 1 أس 2 زائد 0 ناقص 2 هي ناقص 2، إذن ناقص 2 الكل مربع. إذن غادي نديرو الجذر، 4 زائد 1 زائد 4 تساوي جذر 9، وجذر 9 هو العدد 3. إذا لقينا R بأنها كتساوي لنا العدد 3. الخطوة الثانية هي تحديد كتابة المعادلة. إذا كنعتبر واحد النقطة، إذا لتكن M نقطة الحداثية ديالها إكس إيكغريك زد نقطة من الفضاء. إذا M كتنسمي الفيلكة، ماذا يعني؟ يعني أن أوميغا M كتساوي لنا R. إذن باش نحددو راه كندير المربع أوميغا إم كاري كتساوي لنا إر كاري، وبالتالي في المعادلة كتكون على هذا الشكل، هذا هي إكس ناقص إكس أوميغا كاري إيكغريك ناقص إيكغريك أوميغا كاري زد ناقص زد أوميغا كاري كتساوي لنا إر مربع. إذن كنديرو التعويض العددي. إذن إكس ناقص إكس أوميغا، إكس أوميغا هي ناقص 1 غتجي إكس ناقص ناقص 1 يعني هي إكس زائد 1 الكل أس 2 زائد إيكغريك ناقص إيكغريك أوميغا اللي هي 1 زائد زد ناقص زد أوميغا اللي هي 2 تساوي إر أس 2، إذن هي 3 أس 2 أي 9. هنا كيمكن لي ننشر باش نبسط شويه الكتابه. اذا عندنا متطابقه هامه، يعني هي اكس مربع زائد 2 اكس زائد 1 زائد ايكغريك مربع ناقص 2 ايكغريك زائد 1، وبالنسبه للزد عندنا زد مربع ناقص 4 زد زائد 4 تساوي 9. اذا اكس مربع زائد ايكغريك مربع زائد زد مربع، من بعد كنديرو رتبة وحدة، الرتبة الأولى يعني 2 إكس ناقص 2 إيكغريك ناقص 4 زد، وكنجمعو الأعداد معلومة. إذا عندنا 1 زائد 1 زائد 4 هي 6، 6 كنديروها للطرف الثاني كترجع ناقص 6 يعني 9 ناقص 6 هي العدد 3. إذا هذه هي المعادلة ديال الفيلكة. ندوزو دابا للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول، نعتبر المستوى بي المعرف بالمعادلة 2 إكس زائد إيكغريك ناقص زد زائد 3 تساوي 0. السؤال 2 ألف تحقق من أن أوميغا تنتمي إلى المستوى بي. إذا عندنا خصنا نتحقق بأن واحد النقطة كتنتمي للمستوى بي. إذا باش تنتمي خصها تحقق لنا المعادلة للمستوى بي. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نشوفو واش كتحقق لنا المعادلة أو لا. إذا غادي نشوفو 2 إكس أوميغا زائد
إيكغيك أوميغا ناقص زد أوميغا زائد ثلاثة. إذا غادي نعوض بالإحداثيات ديال أوميغا خصني نلقاها كتساوي صفر. إذا كنعوضو، إذا جوج في إكس أوميغا يعني جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج، زائد إيكغيك أوميغا هي زائد واحد، زائد أو ناقص زد أوميغا اللي هي جوج زائد ثلاثة. إذا ناقص جوج ناقص جوج هي ناقص ربعة، زائد واحد زائد ثلاثة هي زائد أربعة، ناقص ربعة زائد ربعة تساوي صفر. إذا أوميغا تحقق معادلة المستوى بي، وبالتالي أوميغا تنتمي إلى المستوى بي. السؤال الموالي سؤال جوج ب، حدد تقاطع المستوى بي والفلكة اس. إذا عندنا فلكة وعندنا مستوى. القاعدة العامة باش ندرسو تقاطع الفلكة والمستوى هي حساب المسافة بين، إذا غادي نحسبو المسافة بين مركز الفلكة وبين المستوى. حنا لقينا بأن أوميغا كتنتمي لبي، وبالتالي المسافة بين أوميغا اللي هي مركز الفلكة والمستوى كتساوي لينا صفر. شنو كيعني هذا؟ كيعني هذا بأن لدينا إذا R أكبر من دي. إذا ملي كتكون R أكبر من دي ف بي و إس يتقاطعان وفق دائرة. إذا بي و إس يتقاطعان وفق دائرة مركزها، إذا مادام أوميغا هي المركز ديال الفلكة وكتسمي كذلك البي فهاد الدائرة غتكون هي المركز، هاد أوميغا غتكون هي المركز ديال هاد الدائرة. إذا الدائرة مركزها أوميغا وشعاعها، إذا الشعاع ديالها بوتيتير حسب العلاقة اللي سبق لكم باش تشوف الدرس، بوتيتير كتساوي لنا الجذر ديال إر مربع ناقص دي مربع، و إر هي الشعاع، كتمثل الشعاع ديال الفلكة، ودي المسافة بين أوميغا و بي. إذن R مربع لأن دي كتساوي صفر، إذن هي الجذر R أي تساوي العدد ثلاثة. السؤال الموالي السؤال ثلاثة، نعتبر المستقيم. إذن عندنا واحد المستقيم معرف بتمثيله البارامتري. السؤال ثلاثة ألف، بين أن أ تنتمي إلى دي. إذن عندنا واحد النقطة أ وغادي نشوفو واش كتنتمي للدي. اذا باش تنتمي للدي خصها تحقق التمثيل البارامتري. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو اكس و واي و زد بالاحداثيات ديال ا، وخصني نلقاها كتحقق لي التمثيل البارامتري، يعني خصني نلقى تي كتساوي لنا واحد القيمه وحيده وكتنتمي بطبيعه الحال للار. اذا ا كتنتمي للدي ايكيفالون، حنا بحال اللي كنفترضوا بان ا كتنتمي للدي، وفي التاريخ خصني نلقى بان الدي كتساوي لنا قيمه واحده وداك القيمه كتنتمي لار. اذا اكس ا تساوي تي، غادي نعوض بشكل مباشر، اكس ا هي واحد، اذا واحد تساوي تي، واكريك ا هي جوج، اذا جوج كتساوي جوج تي، وزد ا هي صفر، اذا صفر كتساوي جوج تي ناقص جوج. إذا كنحسبو، إذا عندنا تي كتساوي واحد، في المعادلة الثانية جوج كتمشي مع جوج كيبقى تي كتساوي واحد، وفي المعادلة الثالثة كنديو جوج للطرف الآخر كتولي جوج تي كتساوي لنا جوج، أي تي كتساوي واحد. إذا شنو لقينا؟ لقينا بأن تي كتساوي لنا واحد، يعني كتساوي لنا قيمة وحيدة، وكذلك كتنتمي لآر. وبالتالي فالنتيجة الافتراض اللي درنا صحيح، وبالتالي فأ تحقق التمثيل البارامتري، أي أن أ تنتمي إلى دي. السؤال ثلاثة، ألف دائما الجزء الشق الثاني، يقول بين أن أوميغا أ عمودي على دي. إذا عندنا واحد المستقيم
دي لقينا ا كتنتمي لهاد دي هنا عندنا اوميغا. اذا قال لك بين ان اوميغا ا عمود على المستقيم دي. اذا باش نبين ان اوميغا عمود على دي يكفي نبين ان اوميغا ا وكنعرفوا بان المستقيم كيكون معرف بالتمثيل البارامتري فكيكون معرف بنقطه وبواحد المتجهه موجهه. المتجهه الموجهه بالنسبه لهذا المستقيم نسميها او اي. الاحداثيات ديالها غيكونوا هما المعاملات ديال دي يعني واحد جوج ثلاثة. اذا هنا شنو خصني نبين؟ خصني نبين بان اوميغا ا الجداء السلمي ديال اوميغا ا ديال اوميغا او اوميغا ا او كيساوي صفر. يعني هنا واحد المتجهه موجهه اذا لتكون او متجهه موجهه ل دي. اذا متجهه موجهه ل دي. اذا الاحداثيات ديالها كما قلنا هما المعاملات ديال دي. اذا واحد جوج جوج. غادي نحسبوا اوميغا ا اوميغا ا. اذا غادي نحددوا الاحداثيات ديالها. اذا الاحداثيات ديالها هما اكس ا ناقص اكس اوميغا. اذا واحد ناقص 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 واحد هي جوج. إيكغيك أ جوج ناقص واحد هي واحد. وصفر ناقص جوج هي ناقص جوج. إذا غادي نحسبو الجداء السلمي ديال أوميغا أ أو وخصني نلقاه كيساوي صفر. إذا الجداء السلمي إذا كندير الأفصول في الأفصول أي واحد في جوج زائد الأرتوب في الأرتوب إذا جوج واحد زائد جوج في ناقص جوج أي الأنسوب في الأنسوب. إذا واحد في جوج هي جوج زائد جوج ناقص أربعة أي تساوي صفر. إذا أوميغا ا عمودية على إي. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن أوميغا ا راها عمودية على المستقيم دي. بالتالي أوميغا ا عمودي على المستقيم دي. سؤال 3 ب استنتج أن المستقيم دي مماس للفيل كاس في النقطة ا. إذا طلبوا منا نستنتجوا بأن المستقيم دي مماس للفيل كاس في النقطة ا. إذا باش نبينوه مماس فغادي نبينوه في الأول بأنه أولا يقطع النقطة يقطع الفيل كاس في النقطة ا. إذا لدينا أ كتنتمي لأس وكذلك حسب السؤال اللي صوبنا أ كتنتمي لدي. إذن أ كتنتمي للتقاطع ديال دي مع الفلكة. إذن دابا لقينا بأن دي المستقيم دي يقطع الفلكة في النقطة أ. هنا خصني إذا إلا اعتبرنا مثلا هذه النقطة أ مثلا إذا دي يقطع الفلكة في النقطة أ. ولكن باش نبين بأن المستقيم دي مماس شنو خصني نبين؟ خصو يكون عندي هاد أوميغا أ عمودي على دي. إذا هذه سبق لنا باش بيناها في السؤال السابق. إذا وبما أن أوميغا أ عمودي على دي فإن دي مماس للفلكة اس في النقطة في النقطة أ.